ومرحبا مثلا بركات، مرحبا بكم، مرحبا بقناتكم ايكو الجبيره. المستوى الثاني انشطه اللغه العربيه، مرحله ترشيد المستلزمات، الاسبوع الثالث، اليوم السادس. اقرا النص ثم انقل الكلمات التي تنتهي ب تاء مع التنوين بالنصب ومع الالف بالنصب كما في المثال. طريقا، تنوين بالنصب. خائفه، اي كلمه القيتها تما مثل هذه نقولها. كنا عندنا مشغولا، مصابة. املأ على الألواح. نشيد الوطني كما كتشوفوا، ها هو. املأ على الألواح كذلك. حرف العين، حرف الغين، حرف الفاء، حرف القاف، نعرفوهم. نقرأ كلمات: قمع، غريق، معروف، فرقعة. قمع كتبوها في الألواح، قمع، غريق كتبوها في الألواح، معروف كتبوها في الألواح، فرقع كتبوها في الألواح. عمق، رغيف، مغرفة، عقارب. معجم كنا شفنا هادو ديجا. خافت الغزالة كثيرا، فقد أحاطتها النيران من كل جانب، وبدأت تستنجد. سمعها الفيل فأطفأ النار بخرطومه. أخمد، حاصرتها فزعت أشعال تستغيث. سنقوم بتعويض الكلمات الملونة في النص بالكلمات المناسبة. خافتي، شنقولوا؟ فزعتي، الغزالة كثيرا، فقد أحاطتها، فقد حاصرتها النيران من كل جانب، وبدأت تستنجد، تستغيث. سمعها الفيل فأطفأ، فأخمد النار بخرطومه. كما كتشوف هكا، هي ثم أطفأ، أخمد. تصفية الصعوبات القرائية، اقراو هادو كاملين، حبس الفيديو اقراهم بطلاقة شوية ليك. المقاطع كذلك كتقراهم: ر، ب، ل، م، وج، اوك، اب، ن، ش، ب، ث، ي. باش تمكن وتسترسل وتولي يعني الاخراج، المخارج ديالك تكون مزيانه من الصوتيات، مخارج الصوتيات. كلمات: سئل، مؤذنا، بئر، شاطئ، لؤلؤ، سماء. كذلك نقرا الكلمات: تنميه الطلاقه، استثمار النص. الجمل: عندي اخ واخت، اخي اكبر مني، اختي اصغر مني، نحن ثلاث اخوات، كم اهوى فضاء الوقت مع اخوتي، كم أهوى قضاء الوقت مع الإخوة، مع الإخوات. صافي، استثمار النص. الأرجوحات، شطائر، الزحلوقة، بنينا طازجا لذيذة. ثم نضع أصبعي تحت كل كلمة أقرأها، دير صبعي ونقرأ. مثلا: ذهبنا يوم، وتغدي في صباح الأحد، إلى الحديقة العامة. وكمل. أسئلة وأجوبة. كاين السؤال هنا: زرنا الحديقة يوم الأحد. مثلا شنو نقولوا؟ إذا عندنا يوم الأحد كتبين لي زرنا الحديقة يوم الأحد. متى زرنا الحديقة؟ تقول لي زرنا الحديقة يوم الأحد. أين جلس الطفل لتناول الغداء؟ المكان. إذا المكان، تحدد لي المكان. إذا نزور الحديقة يوم الأحد، فهي متى، أي الزمان. أين جلس الطفل؟ كحدد المكان، أين جلس، كتقول لي المكان. جلس الطفل لتناول الغداء تحت شجرة كبيرة. توليف، كان الجو، وتقول مشمسا ولا مشمسا، مشمسا بالتنوين بالنصب. بنيت قلعة كبيرة، كبيرة مربوطة وفيها جوج، فيها تنوين بالنصب
شربت عصيرا طازجا، هكذا. رتبوا الكلمات لتكوين جملة، رتبوهم. أحضرت الأم عصيرا، الولد أطعم البط، أطعم الولد البط. انتبه ثم اكتبوا الجواب في الدفاتر ديالنا. ماذا يفعل هذا الطفل؟ ماذا يفعل؟ يلبس الطفل ملابسه. ماذا تفعل هذه البنت؟ تأكل البنت الطعام. اختي واجد المنزلي فازعة كما قرينا هذا ثم هذا، ثم شفنا هذه بالتنوين بالنصب، الواجب المنزلي. ثم إلى اللقاء.